سي مجدي الجاسمي، مرحبا بيك. وبيك يا عيس، مرحبا. مرحبا بيك سي مجدي. سي مجدي، كنت تتبع فينا بخصوص المسألة المتعلقة بصحيح يعني إحقاقا للحق. رأوا السكان في أريانا مستبشرين، لكن الاستبشار يولي 100% في حالة الماء ما يخرجش العملية هذه منها حد غاضب ولا متضرر في رزقه وأرزاق عائلته. وقت زعما حسب رأيك سي مجدي باش نكملوا نلقاو حل لمشكل لخيان النصابة ولا؟ شكرا سي برهان في البداية ساعة، ومرحبا بضيوفك لخيان الموجودين غادي. أنا قبل كل شيء ساعة رئيس المعتمد ورئيس نيابة الخصوصية لبلدية أريانا، مانيش رئيس بلدية. فيما يتعلق بالموضوع نتاع الانتصاب نتاع الخيان اللي وقعت الإزالة، نحن قبل تم عملية الإزالة وقع تهيئة فضاء اللي هو ما يسمحني يتعرف عليه بالبطوار. اللي وقع توزيع 116 المكان في الفضاء ضايع ما عاد منفذ حسب المطالب التي قدمت الى مصالح البلديه وبحضور عاد المنفذ. تعرف المشكله في توزيع الاماكن، واحد يحب فم الباب، واحد يحب وراء الباب، واحد كذا، لتفادي الاشكال هذاك وزعنا 116 فضاء. وفي ال 116 فضاء هذوما فيهم خمسه محلات ومسقفه، محلات مسقفه. ثم واحد من اللقيين الحاضرين نتفكر مليح تاع السي الغربي عنده محل باش يمارس فيه بيع التوابل، ومحل مثقف ماهوش محل كما يحكوا هما كذا. هذه المرحله الاولى اللي خذيناها ووزعناهم سي وبحضور عدد المنافس. ثم مجموعه كبيره قاعده موجوده تو تمارس في نشاطها في الفضاء هذا. ثم مجموعه مازالت ما التحقتش بالامكنه نتاعها. نحن الجماعة اللي ما التحقوش بالامكنه نتاعهم هذه خصناها لهم حسب القرعه وفي اطار القانون ان شاء الله باش نعطوهم مهله من الزمن كما تحقوش باش نجموا نعطوا الناس الاخرين. وكل شيء في اطار القانون. وما لقريتو صار تو نحن بصدد البحث عن فضاء لتهيئته. نحن نحكوا على فضاء مهيئ، نحبوا التنظيم ونحبوا فضاء مهيئ. أيوة. ما نحبوش الانتصاب الفوضوي، ما نحبوش العشوائيه. ونحن انا تو بصدد مع سله من الاطارات بصدد البحث على اطار على مكان وعلى فضاء باش نهيئوه. وان شاء الله الحكايه هذه ما هيش باش تدوم برشا. سي مجدي سامحني، حسب ما نفهم منك فضاء اخر ابار البطوار؟ ابار البطوار باش نزيد نلوجوا على فضاء. كميه المطالب الموجوده عندنا، خاطر انت سؤالك سي برهان المره الاولى كان استبشرت خيرا بالخطوه اللي اقدمنا عليها في اطار الازاله الانتصاب الفوضوي باش العباد تنتعش وخلوا امكنه في الارصفه وفي التروتوار بصفه عامه باش الناس تقدر تتعدى مرتاحه. اضافه بحكم كم وحجم المطالب المودعه لدينا قاعدين ابار الفضاء هذاك واللي وقع توزيعه سيء لوجوا على فضاء اخر. بربي يا سي مجدي باش نلبوا رغبات الناس الكل. سي مجدي لحبك تنورني، بربي سي مجدي لحبك تنورني. طولوا خيان حكايه وقال لك احنا ماذا بينا فضاء تضمن لنا السلطات البلديه تنوع، يعني ما نجيش فضاء نحط فيه خضاره كهوا. وتو عندي الحاله بتاع سي يوسف امامي اللي هي حاله سوق ليبيا تقريبا، هو يمثل هذا اللي مش حالته هو فقط، حاله برشا فهمت. يعني اليوم علاش مش فضاء عام؟ هذا موجود انا في بريطانيا في كذا، تمشي فما اسواق شعبيه فيها كل شيء، ترقى الخضره، ترقى الفريب، ترقى التوابل، ترقى كل شيء. يعني التنوع هذا شنو اللي مانع انه نعملوه؟ هاو باش نبشرك سي برهان على المباشر. العشيه كنا في جلسه عمل ودرسنا الموضوع هذايا. في ال 116 فضاء اللي وقع تمكينهم موجودين حاليا. ان شاء الله الخيان اللي تسلموا قرارات، اللي تسلموا قرارات امر القرار نتاع الانتصاب فيه منصوص عليه، منصوص في قرار الانتصاب. انه باش يمارس نشاط مثلا خضر وغلال. هذوكم نحن مستعدين كمصالح بلديه باش نغيروا لهم النشاط تاع تو في الفضاء الموجود حاليا. مستعدين باش في اطار التنوع باش نغيروا القرارات اللي يتسلموا قراراتهم، يكتب مطلب انه في نوعيه النشاط يحب يتعطى. انه يحب يبيع فريب، اللي يحب توابل، دواجن، اي حاجه. يتسلم القرار نتاعو تو لخذاه حينيا ويصب مطلب يقول راهي نحب نتعاطى نشاط كذا كذا، ونحن باش نستجيبوا ليه ايميدياتمون. بربي ولو هي ماهيش حالات شخصيه، سي يوسف مثلا اليعقوبي نجموا نلقاو له حل في قضيه الانتصاب في الفريب في فضاء معناها تابع للواحد ولا موجود تو سي بوغان؟ بالنسبه معناتها ما عنديش وضعيه على كابر كارا جوسي. اما كي ياخذ هو القرار نتاعه ويطلب نوعيه النشاط بطبيعه الحال انا قلت لك ايميدياتمون باش تعرف في لجنه تنعقد بظرف اسبوع ونضرب كل واحد. هو الاشكال شنو؟ نحن مستعدين باش نبدلوا من خضار الغلال للتوابل للمداجن للسمك
الوحده هذه، ثم لجنه مختصه ماهوش رئيس البلد ماهوش رئيس النيابه القدسيه وحده اللي ياخذ القرار في الشان هذايا، ثم لجنه مختصه في الشان هذايا ونشوفوا الامكانيه، كان الامكانيه متوفره بطبيعه الحال نستجيب فورا. الوقت سي مجدي بربي ما يلعب بيد، رايك تسمع لجنه تولي تخاف خاطر اللجان تنجم تقعد الوقت الوقت في زوز حاجات سي مجدي باش نسالك سامحني. سي بوريان اسمعني نبشرك ونبشر الاخرين الحاضرين، راهو فيما يتعلق بتغيير صبغه النشاط تاكدوا فقط ان اللجنه تنعقد في ظرف اسبوع والريبونس والجواب يكون بعد 10 ايام من تاريخ ايداع المرأة. هذا ياكدوا هذه حكايه اخرى. الحكايه بتاع تهيئه الفضاء الجديد اللي سي مجدي توا بشرت به الاخيان في اريانا، هذه قد ايش تاخذ؟ هذه ما نجمش نجاوبك عليها سي برهان بالضبط، اللي تاخذ وقت. نحن تو بصدد البحث عن فضاء، نحن عندنا زوج فضائيات زرناهم اليوم ومازلنا تو موجودين على عين المكان في فضاء منه، الإمكانية نتاع تهيئتهم، خاطر نحن ما نحبوش فضاء عشوائي، نحبوا فضاء مهيئ. نحبوا أنت تو عطيتني إكزامبل نتاع في لندن وفي كذا ونحبوا فضاءات مهيئة وعصرية، نحن راهي التجربة هذه مازالت تجربة جديدة في برهان. لكن أحلى أحلى توقيت نحبوا نعرفوا أشهر أعوام، يعني باش تحس وين ماشية الأمور فيه؟ لا 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 لا، بضع الأشهر بضع أشهر بضع أشهر وفضاء آخر أبار الفضاء نتاع البطوار أبار الفضاء هذا وفضاء البطوار باش يتم حل المشاكل البسيطه اللي كان يحكي عليهم تاع الخيان نتاع الحمايه المدنيه نتاع التوسعه في الباب نتاع بلاصه باش الناس تحط فيها كرهبه. بطبيعه الحال هذا كل ماخذينه بعين الاعتبار وان شاء الله قاعدين ندرسوا فيه. جيت احنا عندنا اشياء حارقه اللي هي تمثل في عدم امتثال بعض الخيان للقرارات، يحبوا تبديل الانشطه هذاك مستعدين باش نعملوه، قلت لك راهو كيصب مطلب وبعد ما يسلم قراره اسبوع تنعقد اللجنه وفي 10 ايام يلقى الجواب. هذا مبدئيا نوعدك به انه باش يكون ايميدياتمون. فيما عدا ذلك الاخرى تعرف جيدا ان مصالح البلديه بالاتصال مع بقيه المصالح الحمايه المدنيه من تجهيز للتهيئه، ثم اشياء تتجاوز مصلحه البلديه تتجاوز اختصاصات البلديه، الكل رانا ساعين فيها ونحن موجودين الوقت هذايا لا لشيء الا باش نلقاو الحلول للناس هذوما، خاطر ما نحبوش واحد يبقى من غير مورد رزق. مشكور سي مشكور. حاجه اخرى حاجه اخرى سي بوريان تسمح نبدا هذه ناكدها لك، من بين الاخرين الحاضرين في الغربي اليوم كلموه مصالح البلديه باش يجي ياخذ القرار نتاعو. امتنع تسلم قرار. اش بيك ما قال بصريح العباره، ثم امراه من باب السويقه جاء بقى يعمل في نيغوسياسيون هو وياه باش يكري، تو انسان مازال ما باشرش مهامه في الفضاء المهيئ ليه. يحب يكريه مازال ما باشرش يسلم ويريد الامور كوان سالي امور وبعد تفضل قول ريد الامور. انا من تو من اول لحظه هذا يروي العصريه صارت في مصالح البلديه. انت عندك قرار تشتكي مازال تو باش يحب يكريه. نحن هذاك راهم باش يكونوا حاجتين ولم وامتنع تسلم الالتزام، فاش احنا كي نعطوا قرار نعطوه معاه التزام باش يلتزم بالنشاط الموجود فيه. واضح سي مجدي واضح، حتى نواصلها معاه تو نواصلها معاه تهنا نواصل التحقيق انا معاه. اما سي مجدي نحب نقول له يعطيكم الصحه وان شاء الله ربي معاكم. سي مجدي القاسمي رئيس النيابه الخصوصيه بتاع عريانه، الناس الكل حاشتها بمدينه باهيه لكن مدينه زاده ما يتضربش فيها ارزاق الناس اللي تستحق بطبيعه.